بسم الله يا بسم الله يا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، دري يوقد من شجرة مباركة، مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، ووجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. آمنت بالله، صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. يا حبيبي يا ربي، يلي جمعتنا في هذه البلاصة، الله طاعت الله وطاعت رسول الله، جمعنا هكذا مع حبيبنا رسول الله. امين يا ربي. يا ربي شوف فينا واحد الشوفه اللي عمر ما سخس علينا. امين. يا ربي ارحمنا بمرحوم فينا. امين. يا ربي هب المسيئين منا المحسنين. امين. الله يرحم والدينا ووالديكم. امين. الله لا يعذب شي واحد من امة حبيبي رسول الله. امين. الله يشافي مرضى المسلمين. امين. الله يفرج كرب المكروبين. امين. الوالد نتاع السي يحيى الله يشافيه. امين. الله يعافيه. امين. اللهم ابدله صحته خير من صحته. امين. ودمه خير من دمه. امين. اللهم يا رب اذهب بأسه يا رب الناس. امين. اشفيها انت الشافي، لا شفاء الا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم ان اخانا قد مسه الضر وانت ارحم الراحمين. البنيه نتاعنا نور، اللهم انبتها نباتا حسنا. أمين. الله يجعلها من المؤمنات. أمين. ويجعلها من الصالحات. أمين. المصلحات. أمين. القانتات العابدات الذاكرات الداعيات. أمين. الى الله تعالى سبحانه عز وجل. الله يصلح وليداتنا وليداتكم. أمين. اللي حاضر معنا في هذا المجمع الله يقضي حوايجه ان شاء الله. أمين. ويصلح لكم الوليدات ويرحم لكم الوالدين. وهذه الجهه من هنا الاموات نتاعنا راهنا فتنا عليهم، الله ينور قبورهم. اللي راه في العذاب الله يرفع عليه العذاب. أمين. اللي راه في الرحمه الله يزيد الرحمه على رحمه. احنا الله يختم لنا بالايمان. أمين. الله يجعل سيدنا ربي يختم لنا بالايمان. أمين. والله يخرجنا بدار العيب لعيب. أمين. وصلى الله على حبيبنا محمد والحمد لله رب العالمين. ان شاء الله تبارك وتعالى هذه البنيه هذه قال لك راه اسمها نور،
ان شاء الله نتكلموا شويه اليوم على النور باذن الله تبارك وتعالى. الله قولوا لنا الاحباب ان شاء الله تبارك وتعالى واسمه هو النور؟ نهضروا مع بعضنا واسمه هو النور اقول قولوا لي واسمه هو النور؟ الله يعلم. الله يعلم. كاين النور زيد وكاين الضياء وكاين السراج. السراج هو لامبول. النبي قالوا سراجا منيرا. والشمس ضياء لكن النور القمر نورا. يعني النور هو ضياء لكن لا يضر، مش بحال اشعه تاع الشمس الا ضربتك للراس تمرض. بصح النور لا، النور يولي لك الطريق دون ان يضر بصرك، فتستطيع الاستمرار في الطريق بنور لا يضرك. الله 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 الله. كتصيب الناس في الصيف تهرب بالحراره وهي نور ولكنها تؤذي وتلفح. اما النور فتحقق به غايه الوصول دون ان يمسك ضر منه. النور دايما زين. الله واش هو العكس نتاع النور الوحش؟ الظلام. الله يرحم والديك. الظلام ولذلك الظلام ماشي مزيان، لان الظلام الا بقيت تمشى في الظلام وما عندكش نعم سيدي لامبول قد تسقط في حفره، قد تلدغك حيه، فلا تستطيع ابدا ان تنجو من مخاطر الطريق. واخا تعرف الطريق وما عندكش الضوء وتمشى في الطريق لكن ربما تفاجئك شي حاجه تكون ما عارفهاش. ولكن الظلمه ماشي مزيانه. ها راكم تفهموني ولا ما راكمش تفهموني؟ تفهموا. قولوا لي واش راكم تفهموني ولا لا؟ ولا غير راكم تشوفوا؟ غير نهضر معاكم نهضر. تفهموني ولا لا؟ اذا الشمس تشوف الطريق ولكن تضرك. النور تشوف الطريق بلا ما يضرك. والظلام واخا تعرف الطريق وما عندكش الضوء تطيح تصرى لك شي حاجه. الظلام ماشي مزيان والشمس المحرقه شويه صعيبه. خصك النور. ايوا سمعتوا. شكون هو النور؟ شكون هو النور؟ شكون هو النور اللي سميته النور؟ شكون؟ الله. الله الله نور السماوات والارض. ربي سميته النور. الله. كان سيد النبي منين يخرج بالدار يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا ومن فوق نورا ومن تحت نورا وامامي نورا وخلفي نورا واجعلني نورا يا نور النور قبل الازمنه والدهور. قولوا يا النور نور حياتي. لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا الله هو النور كاين شي نور اخر ولا ما كانش؟ قولوا لي كاين شي نور اخر؟ سيد النبي صلى الله عليه وسلم نور. ارسله الله نورا. سيد النبي صلى الله عليه وسلم نور. الله اكبر. وكان ينعكس النور الذي في قلبه على وجهه فاذا بوجهه كان الشمس تجري في وجنتيه. على القس منى عائشه تودرت لها ليبره وما عندهاش باش تدور، ما عندهاش معاه ولا عندها شي حاجه. نال سيد النبي صلى الله عليه وسلم وبقات تشوف النور اللي في وجهه. صابت ليبره بالنور اللي في وجهه. الله اكبر. الله نور وسيد النبي نور، والثالث النور شكون هو؟ وزيدوا في الساعه. الاسلام اللي نزل الله الوحي وكذلك اوحينا اليك نورا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وفي الارض الا الى الله تصير الامور. سوره الشورى. الله نور، سيد النبي نور، والاسلام نور، عقائده نور، عباداته نور، اخلاقه نور، شرائعه نور. ومن غيره ظلمه، من غير اللي نزل ربي ظلمه. يا ربي يا رب. هذه ثلاثه. الرابعه فين يكون النور ان شاء الله تعالى؟ الله ورسول الله زيد والاسلام. كاين النور فين غادي يكون ثاني؟ زيد الوحش. الملائكه نور،
خلقهم الله من نور لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وكل ملك وكله الله بمهمة يقوم بها. هالملائكة أربعة، هالنور خمسة، زيدوا فين يكون النور؟ قولوا لي في الساعة. هو أنت، هو أنت بنات المسلم الخلق. آه فين يكون في القلب دياله؟ إذا في واش هو اللي يكون في القلب تاعك يكون نور؟ احنا هذا اللي راه مخلوقين طراب، ولكن فينا النور. النور قال لك في القلب، القلب واسمه فيه؟ الإيمان نور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لا إله إلا الله ربي لا أشرك به أحد. فهمت الوقت لما فهمتوش؟ الله ولي الذين آمنوا، الله نصر المؤمنين، ولي نتاعهم، ينصرهم، يعاونهم، ها باش يعاونهم، يخرجهم من الظلمات، الظلمات بزاف، الى النور. والذين كفروا اللي ما يعبدوش وما عندهمش الايمان في القلب، الكافرين اللي مستحوا الشيطان على قلوبهم، اولياؤهم زيد الطاغوت. شكون الطاغوت؟ اللي طغى وخرج على الحد ديالو ولاو يعبدوه الناس، وليهم الطاغوت يعبد الحجره، يعبد البقره، يعبد النفس نتاعو، يعبد الهوى ديالو. افمن اتخذ الهه هواه، يعبد النفس نتاعو، يعبد الفلوس، يعبد البقري، يعبد المال، يعبد الزيتون، يعبد. اعوذ بالله، خطويا كلها الورد، وتقولوا شرع ربي يقول لك، يقول لك شادي شادي شادي، باه يظلموا، يقطع الرحم، يقطعها الظلمه 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 الظلمه، يقودهم الشيطان لسخط الله. اولياء الطاغوت يخرجهم من النور الى الظلمات، يبقوا غاديين في الظلمه. اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون، عايش في الظلمه. الله الله اكبر، الله اكبر. يقول سيدي ربي سبحانه وتعالى في سوره الانعام: اومن كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هذيك يقولوا على سيدنا عمر بن الخطاب كان في الظلمات قبل ما آمن، ولكن هذا غير مثال. هو كل شيء هذا الكلام هذا نتاع سيدي ربي كيقولوا المفسرين: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني هذه الآية تتحدث عن كل من كان زيد كافر ولا الإسلام، كان في الظلمة ولا النور. سيدي ربي يقول: أو من كان ميتا فأحييناه. ما معنى ميت؟ أحياه الله. شكون يجاوب نعطيه 20 درهم يرد لي مليون. يلا، ما معنى او من كان ميتا فاحييناه؟ اي هذيك خمسه، اعطيني اعطيني مليون ونعطيك 40. انت 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 صافي، انت راك ناجح. شفت ما معنى او من كان ميتا؟ يعني القلب ديالو كان فيه الكفر، كان فيه الشيطان، لان اللي يكون قلبه فيه الظلمه يتسمى بحال اللي ميت، يا هو يتمشى يا هو ميت. الله اكبر. او من كان ميتا اي بالكفر، فاحييناه باش بالايمان، ولا قلبه حي بالله فيه ربي والاخره، يحضي روحه اللي فايق وحي، ما يمكنش يعصي ربي، فايق يقول لا عصيت ربي غدا ربي يديني لجهنم، يراقب الله قلبه حي بوجود الحي، فاحيا الله قلبه بالحي الذي لا يموت. ومن كان ميتا فاحييناه، ايوه من حياته، وجعلنا له نورا يمشي به، يمشي به شطلطو. لو كان يكون عندها المازوت وتكون عندها الباتري تمشى في الليل وما عندهاش الضوء، تمشى ولا ما تمشاش؟ تمشى، ولكن بلا ضوء كيسرى لها؟ ما كيسرى، طيح في الواد، طيح في الواد. دار له ربي النور باش يمشي في الناس بالايمان، في ما يشوف يقول الله يعمرها سلعه، هذاك مزيان مع والديه، هذاك يوصل الرحم، هذاك يصلي في الوقت، هذاك يدير كاع الناس تشير له، يمشي به في الناس كي يشوفوا يذكروا الله. خيركم الذي اذا رؤوا ذكر الله
غيشوفوهم يذكروا الله، لان كيذكرهم ذاك السيد بربي، دائما يذكرهم بربي، دائما يمشي غير في الخير، دائما يهدر غير في الخير، دائما الا سمع واحد جدار الناس يقول له الا تتقي الله لا تخشى الله، الا تعلم ان الملائكه تسجل عليك هذا، وانك يوم القيامه ستحاسب وتعطي حسنك ان كانت لك حسنات لهذا الذي تتكلم فيه لا تخشى الله. اذا حي حي يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس كاين اللي الله يحفظه يستر غارق في الظلمات تاع الشهوات والشبهات وحب الدنيا وحب الكرسي وحب كذا، يهدر غير على الدفيش ويمشي غير الدفيش وقضيته على نفسه ومتكبر ويحسد ويبغض، القلب ديالو فيه الحسد البغض، كحل كحل قلبه كحل. واش هادو يستوون عند الله؟ إذا المسألة الثالثة والرابعة شو؟ الله نور، عقله معايا، وسيد النبي نور زيدوا وزيدوا، والثالثة الرسول نور، والرابعة الملائكة نور، والخامسة واسمه النور اللي في القلب اسمه الإيمان، فامتلأ قلبه بالإيمان يكون نوره في قلبه على قدر إيمانه، فإذا عظم الإيمان في قلبه عظم الإيمان، ها؟ وإذا قل الإيمان قل نوره على قدر إيمانه. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، يسعى نورهم. سيد ربك يقول في القرآن يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. اسمه يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، أتمم لنا نورنا، عندنا النور ناقص، على حساب الإيمان تاعك يوم القيامة يكون عندك النور. كاين اللي يكون عنده النور ما بين المشرق والمغرب، وكاين اللي يكون عنده النور غير عند رجليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم كاين اللي يكون عنده النور غير عند الصبع ديالو، منين يجي في الظلمه نتاع الصيرات منين يجي يتمشى ما يشوفش فين يدير رجله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اذا الخمسه هي نور الايمان في القلب. هنا سقسي راسك، انا عندي شي ايمان ولا ما عنديش؟ عمرو شي واحد سقسى واش انا عندي الايمان ولا ما عنديش؟ معناها تسقسي تقول كي ندير نعرف بلي واش عندي الايمان ولا ما عنديش في القلب؟ واش عندي النور ولا ما عنديش؟ شكون يجاوبني؟ شكون يجاوبني؟ اللي يجاوبني نعطيه 40 دولار يردوا 3 ملايين. باش تعرف بلي فيك الايمان ولا ما فيكش الايمان؟ اقول ولا لا ولا عمره ما سقسيتوا هذا السؤال انتوما؟ لا خصك تسقسي هذا السؤال، لان راك تسقسي على النور اللي يكون عندك يوم القيامه في ظلمات وعرصات يوم القيامه، خصك من الان توجد ذاك النور اللي تشوف فيه في يوم القيامه. إذا كي دير تعرف واش عندك الإيمان ولا ما عندكش الإيمان؟ جاء رجل إلى رسول الله، صلوا على الحبيب، أو الله ما راني نسمعك على الصلاة تاع النبي قاعد، أصلوا على حبيبي رسول الله، أصلوا على حبيبي رسول الله، أمجي هذا الورش، اسمحوا لي راه، شوف أسيدي، واحد السيد سقسى النبي صلى الله عليه وسلم، قال له يا رسول الله كي ندير نعرف واش عندي الإيمان ولا ما عنديش في القلب؟ إوا اسمعوا، ديو هذا الميزان، وزن به من اليوم. قال له إذا أسرتك حسنتك وأحزنتك سيئتك فاعلم أنك مؤمن. نفهمها لكم، منين دير الحسنة وتشعر بالرضا والقلب ديالك مطمئن، ولا درت السيئة تحزن ونفسك تلومك تقول لك خلاص درت فيك غادي النفس اللوامة، عرف باللي قلبك حي فيه الإيمان. إذا كنت تفرح باقتراف الحسنة وتحزن إذا ارتكبت السيئة فاعلم أن الموتور صحيح والباتري صحيح ماشي خاوي، الباتري صحيح فيك النور صحيح، لا دير الحسنة كاع ما تفيقش عندك، ودير السيئة كاع ما تفيق، عنده الفضيحة كي تطيحة يعصي الله هو يضحك، يشرب الخمرة هو يضحك، يعصي الوالدين هو يضحك، يقطع الرحم هو يضحك، والنبي يقول لك لا يدخل الجنة قاطع رحم هو يضحك هو يضحك. عرف اللي القلب ميت فيه الظلمة، القلب مظلم ما فيش النور، لو كان كان فيه النور كتكون عنده نور البصيرة، إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، القلوب
اللي فيها الايمان تعمى فوقاش، منين يسكنها الشيطان والظلمه تاع الشيطان يخرج منها الملك والايمان. اذا هذه الخمسه، الله نور والنبي نور والشرع نور والملائكه نور والايمان في قلب المؤمن نور. السؤال درك كي ندير نقوي النور في قلبي؟ شنو هي الحوايج اللي تشعل لي النور في القلب ديالي ونتمشى على نور من ربي؟ يلا قولوا لي الاول، واحد زوج ثلاثه اربعه. كنبنيها باش نبنيوها. انت راك صافي، انت راك دارك باش نبنيو هذا النور ونشعلو هالفتيله نتاع سيدي ربي في القلب باش نعيشوا ان شاء الله نكونوا عارفين الطريق ديالنا. نشوفوا الاساس، نشوفوا الاساس. واسمه هو الاساس؟ لا اله الا الله. الله اعظم نور في قلب العبد هي لا اله الا الله، اي تطرد من قلبك كل اله غير الله، فلا تخاف الا هو ولا تحب الا هو ولا تتوكل عليه الا هو. لا اله الا الله. تعرفوا منين يجي يموت الانسان ويقول لا اله الا الله؟ تحرك كل شيء في الظلمه ديال المعاصي، يهدم بها ربي كل شيء ذلو. قال رسول الله صلى الله عليه الحديث: من مات وكان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. قال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق. الظلمة نتاع الزنا والسرق. قال له: وإن زنى وإن سرق. قال له: وإن زنى وإن سرق. قال له: وإن زنى وإن سرق. قال له: ودي ورا الزنا والسرق وقال لا إله إلا الله يمشي الجنة. قال له: وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. لأن الكلمة عند الموت نتاع لا إله إلا الله ما يقول هذا اللي ثبتوا الله، واللي ثبتوا الله هو اللي كان عايش على لا إله إلا الله، كان يحب الله حتى العصى ربي، يستر روحه على الناس ويخاف ويولي ربي يقول له: يا ربي أنا ضعيف وأنا مذنب وأنا درت هذا الشيء، ما عندي غير أنت، فين نمشي وغادي نلقاك يا ربي اغفر لي. من الموحدين. فالتوحيد جد هو أعظم نور في القلب، لأن الشرك ظلمة. يا لطيف يا لطيف، الشرك ظلمة. قال تعالى: ومن يريد أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وربي هذه الأولى لا إله إلا الله، كثر منها، اذكرها بالليل وبالنهار، عندك تغفل عليها وفهمها. لا اله الا الله. تعرفوا سيد النبي كيقول: من قال لا اله الا الله، سمعونا واش انا ديتو غير هذه ودرتوها، من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدر، 100 مره في النهار اش يعطي سيد ربي؟ اش يعطي سيد ربي؟ شحال؟ من عاش 100 حسنه و 100 سيئه زيد، وكانك اعتقت 10 من ولد اسماعيل زيد، وربي ربي ويعطيك ربي من الاجر ما الله به عليم زيد، ويكون لك حرزا من الشيطان نهار كامل، يعني الظلمه نتاع ابليس ما تجيكش ما يقيسكش. والله اكبر، الا قلتها تعيش في ذاك النهار في نور الله. ابليس الا جا من بعيد النور ديال لا اله الا الله تحرقه ما يقربكش، ما يقربكش 100 مره. الله اكبر. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولم ياتي في ذلك اليوم بافضل منك الا من فعل مثلك او زاد عليك. انت في ذاك النهار هو احسن الناس عند ربي. درت راسي راس، درت راسي راس من ابليس، من الظلمات تاع الشيطان والطواغيت. يعني برانشيت فين؟ برانشيت فين؟ في المصدر تاع النور. برانشيت في المصدر تاع النور. الله اكبر. الثانية زيدوا. الثانية اللي تقوي بها النور واسمو هي؟ زيدوا. الصلاة. الله. قال عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان. زيدوا. والحمد لله تملأ الميزان. وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. والصلاة نور. الصلاة نور. اللي بغى يقوي النور يوم القيامة وفي الدنيا يصلي في الوقت. يا أخنا دار شرك ما تضيع الصلاة، وخاصة الصلاة نتاع الفجر. اسمعوا
الصلاة نور. أو يا رب يا رب، لأن علاش نور؟ لأنك تصليها في الجامع، والجامع هو مصدر النور. قال تعالى بعد آيات النور اسمه قال في بيوتنا أذن الله أن ترفع، أي اللي يبغى يتنور يمشي للجامع، لأن بيت الله فيه نور الله، ويصليوا العباد لله، ويجتمعوا فيه لله، ويذكروا فيه الله، ويسجدوا فيه لله، ويركعوا فيه لله، ويتحبوا فيه لله. نور على نور على نور على نور، قاصدا بنور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الامثال للناس، والله بكل شافين. في بيوتنا اذن الله، هذا النور في البيوت. والملائكة الملائكة والله. الصلاة الوحش. الصلاة. والصلاة اللي فيها النور أكثر وسمية. قال رسول الله بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. صلاة الفجر وصلاة العشاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في صلاتي الصبح والعتمة، العتمة يعني لأتوهما ولو حبوا، يجيو الزحف على البطون تاعهم يصليو في الجامع. كاين اللي الجامع يوذن عمره ما يمشي يصلي في الجامع، يصلي في الدار. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، النور لما من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ها إذا الإيمان زين، توحيد يوقد النور، الصلاة زين تشعل النور في القلب. كاين شي حاجة أخرى؟ كاين شي حاجة أخرى؟ زين. والصدقة برهان، الزكاة والصدقة برهان، ما معنى؟ نور. ولكن هو كاين النور وكاين البرهان، ما معنى البرهان؟ هو الحجة القوية اللي تخليك مطمئن ويزيد إيمانك ويزيد النور. يعني هي دليل على صدق الإيمان في قلبك. الإيمان نور، وباش تجي تشعل النور بالصدقة، لأنك تكون عندك الإيمان باللي غادي تلقى الله. أحسن حاجة اللي تبغي تلقي بها الله هو أنك زيد تعطي الصدقة. كل ما تعطي الصدقة يزيد النور في القلب، كل ما تعطي الصدقة يزيد النور في القلب، كل ما زيد تعطي الصدقة يزيد النور في القلب. يعود أثر الصدقة بالنور على القلب فتجلي شكون؟ لأن الشيطان واش قال؟ الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. الشيطان يقول لك ادي الخير في راسك، لما تعطي اكل شيء الناس الله لاباس عليها، اما كان بو مسكين، مسكين هو انت، ويلقى يدخل لك بهذه المداخل ما يخليكش. قال لك النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج العبد الصدقة حتى يفك لحي 70 شيطانا كل منها عنها. 70 شيطان يوقف لك قدام ما تخرج الصدقه، واحد يقول لك خلا دار شرك تمشي تمد تخلي ولادك، واحد يقول لك اي ما كان بو مساكين، واحد يقول لك اتهلا فيه راسك، واحد يقول لك راه خصك تمشي دير لها، واحد يقول لك الدخول المدرسي باش تشري وليداتك الدفاتر، واحد يقول لك يجيب لك 70 عذر حتى يصدك عن الصدقه. العاش لان الصدقه تزيد لك اليقين في الله، تزيد لك النور في القلب. لا اله الا الله. كاين شي باش يزيد عاودك النور دابا باسمك الصيام. والصيام ضياء، وربي ربي 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 ضياء، نور وقوي بحال الشمس. الله اكبر لا اله الا الله. اذا واش تفهموا من هالشيء؟ كل الاعمال الصالحه يكون اثرها أن يستنير قلبك على قدر العبادة وقيمتها عند الله. كل ما تدير الخير ذكرت الله، وصلت الرحم، هذه الجلسة اللي رحنا جالسينها في الله، هالكلام اللي كنقولوا، هالمحبة، كلها يعود نفعها على قلبك باستنارته وإخراج الظلمة الشيطان من القلب. الله 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 الله. كان شي حاجه اللي من غير هالشي ان شاء الله تكثر النور في القلب، شكون يقول لنا؟ يا اخو كان شي حاجه؟ الله اكبر. كيقول النبي صلى الله عليه وسلم يا ربي يا رب لا اله الا الله، يحشر اقوام يوم القيامه وجوههم نور على ارائك من نور
يغبطهم النبيون والشهداء، ليسوا بأنبياء ولا شهداء. فجثى رجل أعرابي على ركبتي وقال: صفهم لنا، شكون هما هذو يا رسول الله اللي الأنبياء والشهداء ويتمنوا يكون عندهم ذيك المنزلة وهما ماشي أنبياء؟ قال: أقوام تحابوا على روح الله. الله، المحبة في الله نور. لأن ما تحبوش على الدنيا ولا مصلحة، اللي تحب على مصلحة تنتهي المحبة حينما تنتهي المصلحة، ولكن المحبة إذا كان أساسها حب الله تدوم ويكون عندك نور يوم القيامة. الله أكبر. ما كان لله دام واتصل. لو كان كانت غير ضوء، هاش كون كان غير ضوء ولا الشمس تطفى ولا ما تطفاش؟ تطفى. ولكن من اللي نور، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم النور. من النور، المحبة في الله نور، لأن دائما بدوام الله الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، إلا من كانت خلته أساسها تقوى الله ومحبة الله. هذه دائما، هذه دائما سيدي ربي بذيك المحبة في الله ينورهم بالوجوه نتاعهم، بالأرائك نتاعهم، حتى الملائكة، حتى النبيين، حتى الشهداء يقولوا: يا ربي شكون هذو؟ ما أنبياء ما شهداء، هما اللي اجتمعوا على الله وافترقوا عليه. الله، نور، لا إله إلا الله. وعلى كل حال باش ما نطولش عليكم، نقول لكم يعني مجموعة المسائل. أي حسنة قلت لكم ديرها صغيرة ولا كبيرة يكون الأثر نتاعها يستنير القلب على قدر ذيك الحسنة. قال ابن عباس، سمعوا ابن عباس هذا الكلام اسمه، قال قال ابن عباس ابن عم رسول الله ترجم القرآن، قال: الحسنة، اسمعوا قبل نكمل لكم هذا الحديث، الحسنة زيد نور في القلب، حسنة زيد نور في القلب، زيد ضياء في الوجه، زيد قوة في البدن، زيد سعة في الرزق، زيد محبة في قلوب العباد. خمسة نعودها لكم. اش كيقول ابن عباس؟ الحسنة استغفرت الله حسنة، صليت في الليل حسنة، الخطوة الجامعة حسنة، درت الصدقة حسنة، دعيت لشي واحد في ظهر الغيب حسنة، أي حاجة درتها الحسنة نور في القلب، مباشرة القلب ديالك توسع فيه رقعة النور على رقعة الظلمة، لأن الشيطان يحاول ما يمكن يبقى الرقعة نتاع الظلام تبقى هي الغالبة، دائما يبقى يدير لك الشبهات والشهوات وكذا باش الظلمة تزيد، باش هو يسيطر عليك. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. لقيت اللي يسيطر وتكون القلب كاع كحل وما فيش النور، عمره ما تذكر ربي، يديك في الماء يولي جندي ديال إبليس، يخدم به إبليس كما يبغي. بصح أنت تذكر الله ودير الحسنة شنو يجي النور. فالحرب سجال بين رقعة النور ورقعة الظلمة، فكلما أطاع العبد ربه زادت رقعة النور على الظلمة. راكم تفهموني ولا غير نهضر؟ نعم نعم. راكم تفهموني ولا راني خايف نبقى غير نهضر بلا ما نفهم؟ ها سمعت سيدي؟ إذا كيقول لك هذه الحسنة هذه كي ديرها واسمه هي نور في القلب، زيد وذاك القلب ذاك النور اللي في القلب واسمه ينعكس على الوجه، الوجه نتاع المتنورين قلوبهم متنورين وجوههم بحال الله يحفظ يستر الوجه نتاعهم، واخا يكون هو قاعد حل لكن ذاك النور تاع ربي يجلل وجهه بحيث زيد كي تشوفوا تذكر الله وتهابوا في الله. الله اكبر. وكاين اللي ابيض وزعر ولكن الوجه ديالو كحل ما تقدرش تقرب. شوف سمعتوا ولا ما سمعتوش؟ نعم نعم. اذا الحسنه واش هي؟ نور في القلب زيد وضياء في الوجه زيد والبدن قوة في البدن، يعطيك ربي واحد الصحة قوية، لأن الطاعة نتاع سيدي ربي تكسبك واسمه الصحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللي يبغى يبرم الأمراض واسمه يدير قيام الليل، قيام الليل مطردة للداء، اللي يصلي بالليل ما يبقى فيه لا سكر لا داتانسيون، هذاك اللي يسجد في الليل بين يدي الله يبرم كل الأدواء، لأنك يدخل له الله للقلب، الله بالنور هذاك الشيء يذيب جميع الأغشاش. واحد قال لي، واحد الفقيه قال لي يصلي بالناس، قال لي وديرني مريض وفي ابو زلوب وكذا، قلت له راه عندك الدواء،
قلت له انت عطاك ربي القران قوم الليل والله ما يبقى فيك مرض واحد، الا بقى فيك شي مرض واحد اروع عليا. قلت له راك تقوم ولا ما؟ قال لك باش نقوم. قول له قوم الليل بينك وبين سيدي ربي وقف بين يدي الله واقرأي القران، فاذا القران يذيب الطعام الزائد، يذيب الشحمه الزايده، يقل يوصل قلبك بالله ويخشع، فاذا خشع يستقر وتطمئن النفس، الا بذكر الله تطمئن القلوب، فاذا اطمأنت النفس ما يبقاش المرض التي تكون بسبب والعياذ بالله الجزع والخوف وهذه المسائل اللي كتمر ضر بها الناس. هو نور في القلب زيد، ضياء في الوجه، قوة في البدن زيد، وسعة في الرزق. كيقول سيدي ربي سبحانه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذا كنت مؤمن ودي الحسنات الله تعالى ما تعرفش منين يسوق لك الأرزاق، ولكن الإنسان يبقى والعياذ بالله منقطع الصلة بسيدي ربي يبقى شك في مولانا، يخون، يكذب، يبيع المخدرات، يبيع القرقوبي، يدي الرشوه، يكذب على عباد الله، ياكل الورث نتاع اخته، يخون لطيف ويبقى جيعان جيعان حتى لا يبالي ربك في اية اودية الدنيا يهلكه. يزيد لك ربي في الرزق. والخمسه واسمه ايه؟ ومودة في قلوب العباد، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودة، أي سيجعل مودتهم في قلوب الناس. كل شيء الناس نكرم الخير ما يموتوا حتى يشبع لهم الله الأذان بسماع ثناء الناس عليهم. تفوت على شي ناس هكذا على غفله يقول لك والله الا غدرك عاد كنا نهضروا فيك، جبدناك غير في الخير. هو نعس والناس دعوا له الله، كان زوج تاع الناس، واحد يبات نعس والناس تدعي له بالخير، هما كيصليو بالليل يقولوا الله يدير لفلان الله يدير لفلان، وانت تشخر. وكاين شي ناس يباتوا قايمين بالليل والناس تدعي عليهم الله يدير له الله يخرب لانه ظالم عباد الله. شوفوا شوفوا واحد يبات ناعس وألسنة الناس تلهج بالدعاء له ويشخر، شكون يدعي له؟ اللي يقوموا الليل. واحد يبات قايم الليل والناس تدعو عليه لانه ظالم غشور. لأن الله إذا حب عبدا حببه للخلق. والعكس واسمه هو؟ اسمه لك. قال ابن عباس: وأما السيئة فظلمة في القلب. ظلام. وسواد في الوجه. كما قال سيدنا ربي سبحانه وتعالى: وترى الذين وجوههم مسودة. والله لطيف لطيف. ظلمة في القلب، سواد في الوجه، زيد؟ زيد؟ ووهن في البدن. ضعيف. وخاصها ضعيف لان قلبه ما فيش الله في السعي واللور، خواف جبان ما فيش الله في القلب ديالو. كتصيب الصحابي فيه غير 14 كما كان سيدنا ابن مسعود فيه غير 60 سنتيم، راكم شفتوا؟ وهو الذي جاء براس ابي جهل لرسول الله. وربي ربي 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 قوة في البدن وسعة في الرزق، لأن عنده الله لا خير في القلب تاعه، اللي جابه ربي يبارك فيه، لأن القضية ماشي قضية المقدار اللي يعطيك ربي، القضية قضية البركة اللي يدير لك ربي في الرزق، كان اللي يعطي ربي غير شوية، ولكن البركة البركة البركة. ولاده ما يمرضوش، ما يمشيش للطبيب، داكشي اللي يعطيه ربي يكفيه، والخيرات الله أكبر. كنت في واحد الجبل مقري قبل ما يديروا الكيف، عمرو ما مشاو للسوق، ما يحتاجوا حتى لشي حاجه. العدس تما والزرع تما والقمح تما والقرقع تما واللوز تما، كلشي الخيرات والماء تما، من اللي داروا مشى الماء مشى اللوز مشى كلشي. فاصبحوا الى ما مشاوش للسوق باش يشريوا الدقيق ما ياكلوش. شوف الله اكبر الله اكبر الله اكبر. ها هو يوذن عليه هذه السيئه، اذا هي ظلمه في القلب، سواد في الوجه، ضعف في البدن، ضيق في الرزق، وبغضاء في قلوب العباد. كل شيء يبكرك، بغضاء يبغضك، يجعل الله بغضاءك في قلوب العباد. اذا هذه نور اللي زادت اليوم، وحضرنا حضرنا العقيقه نتاعها. بغيت نهدر لكم شويه على النور اللي هو الله نور السماوات، اللي هو النبي نور، اللي هو الاسلام نور، اللي هما الملائكه نور، اللي هو الايمان في قلوب العباد نور، والمسائل اللي تقوي النور، التوحيد يقوي النور، الصلاة تقوي النور، الصيام يقوي النور، الحج يقوي من النور،
طاعة الله وطاعة الوالدين تقوي النور، صلة الرحم تقوي النور، وكل عمل صالح يقوي النور، وكل حسنة تديرها نور في القلب، ضياء في الوجه، قوة في البدن، سعة في الرزق، محبة في الخلق، وكل سيئة يقترفها الإنسان، ظلمة في القلب، سواد في الوجه، ضيق في الرزق، وهن في البدن، وبغضاء وكراهية يقذفها الله في قلوب العباد. ألا فاتقوا الله أيها الناس، ألا إن الدنيا تمر بسرعة، ألا إن مثل الدنيا كمثل جلستكم هاته، بعد هنيها سيروح كل إلى حال سبيله. وهكذا شبه النبي الدنيا، قال: ما لي وللدنيا، مثلي ومثل الدنيا كرجل استظل في يوم شديد الحر تحت شجرة ثم قام وتركها. الله يصلح نور ويجعلها نور هذا البيت وفي هذه الجهة، والله يجعلها ممن ينشر الله بهم النور. وصلى الله وسلم على حبيبنا النور صلى الله عليه وسلم وعلى آله، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله.